لو كونساي RH باي أديكو. مرحبا بكم في لو كونساي RH باي أديكو. ملي جا الكوفيد ولينا في عالم يتسمى VUCA World، فولاتيل انسيرتان كومبلكس اي امبيغو. العالم هذا خلينا نزيدوا في عدد ايامات التيلي ترافاي ونعملوا اجتماعات على الديجيتال، بما انه كل يوم نتوقع تغيرات كبيره وساعات نجموا نستبقوها وساعات مفاجاه اللي تنجم تعمل نوع من البهته وتخلي مسؤولي الموارد البشريه في سباق مع الزمن، وخاصه في تطوير طرق العمل في قسم الموارد البشريه وفي تحضير الدورات التكوينيه للفريق وزاد منظومه العمل في المؤسسه. وهنا الاشكاليه انك تلقى شركه فيها برشا اجيليتي في لي ديبارتمون الاخرين ولكن الموارد البشريه ما تتبعش ومازالوا يخدموا بطريقه كلاسيكيه. ساعات نلقاو رواحنا في مشروع يطلب تكوين فوري في اختصاص معين باش ينجحوا ويقدموا، والمانجر يطلب تكوين توت سويت للفريق وخاطرهم بلوكي وما ينجموش يقدموا، فما عندوش برشا وقت فما يلقاش تجاوب من الموارد البشريه، يا اما ما عندهمش بيدجي ولا مش مبرمجه في البرنامج التكويني ولا يستنوا في فاليداسيون ولا ما يراوش علاش باش تتعمل الدوره التكوينيه هذيا. وهذاك علاش سكروم والكانبن وسيف ما همش منظومات للاي تي فقط، حتى الموارد البشريه يطوروا نوع من المرونه في اتخاذ القرارات السريعه والتاقلم مع انماط الشخصيات ومتطلبات السوق والسلوكيات الجديده نتاع الاجيال القادمه. البيروقراطيه والمنظومه الطويله نتاع الفاليداسيون نجم تضيع علينا فرص ومواهب اللي ما عندهمش برشا صبر. وما ننساوش انه لاجيليتي مايند سيت قبل كل شيء، وباش ننجحوا كل شخص ومسؤول في الموارد البشريه لازم يتبنى العقليه هذه زاده. كان هذا لو كونساي RH باي أديكو. فارس بن سويلح يحييكم، نلقاكم غدوه في نفس الموعد. لو كونساي RH باي أديكو.